وللحديث عن السوبر الإيطالي ينضم إلينا في الاستوديو المدرب ساسي وهيب. أهلا بك كابتن ساسي، سعيدين بوجودك معنا دائما. المباراة كيف كانت؟ هل هي مباراة قوية فنيا أم أنها كانت أقل من المتوقع؟ بصراحة فنيا كانت جد مقبولة، خلينا نقول بحكم أن المباراة كانت في مكان غير من أوروبا، أول مرة تلعب في مناطق مختلفة. نظن أنه فنيا المباراة خلينا نقول جاوبت على كل الأسئلة. شفنا فريق كبير من لاتزيو روما اليوم اللي قدم مباراة في المستوى، جيفنتوس تورينو شفناه أنه بدأ المباراة بقوة ولكن بعد 60 دقيقة شفناه أنه كان منهار نوعا ما خاصة بدنيا. هذا هو الشيء اللي خلى ممكن نتيجة المباراة تمشي لصالح لاتزيو روما. التدخلات والإدارة الفنية كانت أكثر لصالح سيموني الذي أجاد قراءة هذه المباراة، أو ساري لكن لم يوفق؟ صحيح، ما نظنش انه لاتزيو روما اليوم سرق الفوز. نظن انه طبيعي جدا انه يفوز بمباراة اليوم بحكم النتائج الايجابيه اللي راهو يحققها هذا الموسم، وكذلك الشيء الايجابي اللي موجود في لاتزيو روما هذا الموسم، تشيرو ايموبيلي اللي راهو مسجل 17 هدف في 15 مباراه في الدوري. فلما يكون مهاجم الفريق يمشي بفورما ايجابيه طبعا يدفع بالفريق للامام ويخليه دائما يحقق نتائج ايجابيه. كذلك فيه شيء ايجابي انه الفريق كامل كمجموعة يقدم مردود ممتاز سواء دفاعيا أو هجوميا. سيموني إنزاغي موجود على رأس العارضة الفنية منذ أفريل 2016، والآن بدأ يحصد ثمار العمل الجاد اللي قام به. طبعا الاستقرار والاستمرارية في العمل عادة في هذا المستوى من المنافسة دائما تجيب نتائج إيجابية. ساري خسر من لاتسيو تقريبا قبل 3 أسابيع بنفس النتيجة، 3-1. الآن يعود ويخسر بنفس النتيجة، هل هي برأيك يعني سوء إدارة أو قراءة من المدرب الإيطالي للاتسيو للمرة الثانية؟ نظن انه المرحله اللي راهو يمر بها الان فريق جيفنتوس تورينو مثل ما قلنا اليوم خاصه في الشوط الثاني لاحظناه انه بدنيا تعبان نوعا ما. هذا دليل على انه هذا راجع عفوا الى مستوى البطوله هذا الموسم. عاده جيفنتوس تورينو هذا المده من الموسم يكون بعيد بثمن او 10 او 12 نقطه على المتابع، ولكن الان في الدوري الايطالي نشوف انه فارق النقاط ضئيل جدا والمنافسه جد شرسه من عند انتر ميلان ولاتزيو روما. وكذلك الشيء اللي اثر في جيفنتوس تورينو هذا الموسم هو تواجده في دوري مجموعات رابطة ابطال اوروبا مع اتلتيكو مدريد، ليفركوزن ولوكوموتيف موسكو. فنشوفوا انه الفريق تعبان نوعا ما لانه النتائج اللي راه محققها لحد الان طلبت منه جهد كبير. بدلاء يعني مريحه، عنده اسماء ثقيله في الملعب، يعني لا يمكن مقارنه اسماء لاتسيو باسماء يوفنتوس حتى على الورق. صحيح، هو لما تشوف الاسماء اللي موجوده على الورق تقول انه بنك الاحتياط ثري، ولكن لما نشوف مردود ارون رامزي مازال ماهوش في المستوى، لما نشوف ماتياس ديليخت مازال ماهوش في المستوى. صحيح انه عاده كوستا وكوادرادو لما يدخلوا يعطوا اضافه نوعا ما، ولكن الفريق عاده عنده 11 و12 لاعب كلها اللي راهي تلعب كل اسبوع. هذا هو الشيء اللي مخليه يتعب نوعا ما. تدخلات المدربين خلال المباراه، يعني إذا شاهدنا قراءة ساري أو حتى تبديلاته كانت أكثرها هجومية، بينما كان سيموني لاعب مكان لاعب، يعني لم يغير في تشكيلته أو خطته. صحيح، سيموني إنزاغي لعب ورقة الاستقرار، يعني لما يخرج لاعب يدخل لاعب في نفس المكان، ونظن أنه حب يحافظ على الكثافة العددية في وسط الميدان لأنه دخل بخطة لعب 3-5-2 خلاها مثل ما هي عليه حتى يخلي الاستقرار بالتشكيلة. ولكن جيفنتوس تورينو بحكم أنه كان متخلف بهدف في النتيجة كان لازم يهاجم، فطبعا هو لما تبحث على النتيجة وتهاجم راح تخلي فراغات في الخلف. هذا هو الشيء اللي خلى لاتزيو روما يلعب الكرات المرتدة بصفة جيدة اللي خلاه خلق فرص، وكذلك جاب المخالفة في آخر دقيقة اللي جاء عليه عن طريق الهدف الثالث. الكابتن الفاز لاتسيو لأنه الأحق أو استفاد من أخطاء يوفنتوس؟ مثل ما قلنا بحكم مردوده في الاسابيع الاخيره في الدوري، مردوده في مباراه اليوم، الجرينتا اللي كانت موجوده عند المجموعه، تحس انه شخصيه المدرب موجوده عند اللاعبين فوق الميدان. نظن هذه العوامل كلها زائد مثل ما قلنا جيفنتوس تورينو مش في احسن احواله هذه الاسابيع خلاه انه يظفر بنتيجه المباراه. طيب كابتن، من خلال متابعتك لهذه المباراه حتى من قبل ان تبدا
وبعد نهايتها، كيف وجدت التنظيم، الحضور الجماهيري؟ السعودية تنظم كأس السوبر الإيطالي للموسم الثاني أو للمرة الثانية، بداية السنة كانت بين يوفنتوس وميلان في جدة، والآن يوفنتوس ولاتسيو في الرياض. صحيح، كانت لي فرصة أني شفت اليوم الصبح تقريرات كثيرة في قنوات كثيرة من لغات كثيرة، وكذلك قراءة الجرائد شفت أنه فيها خلني أقول عوامل إيجابية كثيرة اللي خلت هذا الحدث يكون في مستوى عالي جدا ومستوى احترافي جدا. نظن هذا الشيء يشجع الكرة العربية بصفة عامة، وإن شاء الله راح نزيد نشوف منافسات أكثر من هذا النوع، لأنه إحنا نعرف أنه لما توجد هذا النوع تاع المنافسات بالدول العربية، الاحتكاك بهذا المستوى من اللعب الكل يستفاد منه، الجماهير، لاعبين، مدربين، إداريين، لها أكثر من فائدة. صحيح صحيح، يعني لها أكثر من فائدة والجميع راح يستفاد، لأنه طبعا أحسن شيء هو الاحتكاك بالمستوى العالي. جيد، في السابق كانت الجماهير تبحث عن مدن تستضيف هذه المباريات، الآن أصبحت المباريات بينهم وأمامهم، يعني بعد أقل من أسبوعين أيضا ستستضيف جدة مباراة أو بطولة كأس السوبر الإسباني بنسختها الجديدة. شكرا جزيلا كابتن ساسي وهيب، كنت معنا للحديث عن هذه المباراة.